فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: إذا صلى مصل خلف الصف لوحده، إذا صلى مصل خلف الصف لوحده، نعم، ثم بعد الركعة الثانية جاء آخر معه، فهل تبطل صلاته كلها؟ نعم، إذا صلى ركعة كاملة وحده، ركع وسجد ولم يأتي أحد، تبطل صلاته. أما إذا دخل معه آخر قبل أن يسجد فإنها تزول فذوذيته وتصح صلاته. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.